السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته محترمين اليوتيوب. الجرائم اللي بتحصل في مصر أصبح الوضع خطير، الناس بدأت تقلق من أقرب الناس ليها. طب هنتكلم مع حضراتكم النهاردة في قضية حصلت في محافظة القليوبية، خاصة مدينة اسمها مدينة الخنكة، وبالأخص كمان قرية اسمها قرية الأبيض. إيه اللي عملته هدين؟ هدين اللي دوبتهم ثلاثة، اتجوزت ثلاث مرات والثلاث زواجات فشلوا. يا ترى السبب ايه؟ ومع ان هديل عندها 28 سنة، يعني لو هنقول انها متجوزة 22 23 سنة، يعني الزواجة ما بتستمرش اكتر من سنة ونص ولا سنتين. يا ترى العيب فين؟ لكن ده مش موضوعنا يا جماعة، موضوعنا الزواجة الرابعة اللي هي اتجوزت راجل اسمه ابو بكر عنده 51 سنة. يمكن هديل هي البنت الوحيدة لابوها، اخواتها متجوزين وكل واحد قاعد في بيت، وكل ما هديل تتجوز جوازة وتتطلق تروح تقعد عند ابوها الراجل اللي عنده 58 سنة. الثلاث زواجات القرية كلها عارفة بيهم، مش زي ما بنقول لحضراتكم ان كان يعني يمكن الجرائم دي زمان كانت بتنتشر في المدن. ليه؟ علشان الناس كلها ما كانش حد عارف حد وما كانش حد عارف التاني، وكل واحد بيجي غريب من منطقة تانية. انما الجرائم بدأت تنتشر في القرى وفي العزب وفي النجوع، ده للأسف ما كانش بيحصل زمان. ليه؟ لأن القرى والعزب والنجوع كل الناس عارفة بعضيها. لكن نكمل لحضراتكم الحدوتة. هنا هديل اللي عندها 28 سنة بعد ما اتطلقت ثلاث مرات ودوبتهم ثلاث مرات بدأ الكلام يتقال كتير عليها، لكن كانت بتكبر دماغها، ما كانتش بتفرق مع كلام الناس في القرية اللي هي عايشة فيها. لكن الزواجة الأخيرة هي اللي كانت صعبة حبتين. لما اتجوزت ابو بكر وما كانش حد في القرية عارف ولا حتى ابوها راجل عنده 58 سنة وطول النهار بره في الارض الزراعية بيتابع ارضه، وهديل قاعدة طول النهار فاضية. لكن كانت بتندب حظها 28 سنة واتجوزت ثلاث مرات، وزمايلي كلهم اللي اتجوز واللي خلف واللي اشمعنى انا؟ يا ترى حظي عامل كده ليه؟ لحد ما بالصدفة البحتة رقم تليفون من نفس ذات القرية اتصل عليها، لكن كان بيتصل بمزاجه. يعني بدأ ان هو ابو بكر ده يدور على رقم هديل، اهو يقول لك ست مكسورة الجناح ومتجوزة ثلاث مرات وعايزة تتستر، ولا هتطلب طلبات ولا شبكة ولا مهر ولا يحزنون. بدأ ان هو ابو بكر الراجل اللي عنده 51 سنة ده يتواصل مع هديل، بدأ يشغلها مكالمات دائمة، وبدأ يبعت لها بس الرصيد هدايا، والاب نايم في مية البطيخ طول النهار، يصحى من النجمة ويطلع على الأرض الزراعية. لحد هنا ما بقدر أبو بكر إنه يقنع هديل إنه يتجوزها عرفي. يعني إيه؟ يعني ياخد لها شقة في أطراف القرية ما فيش حد حاسس بيها، ويوم المقابلة البسي نقاب يا هديل، يعني ساعة كل يومين ثلاثة، ويعني إيه؟ علشان أنت عارفة إن أنا متجوز وعندي عيال وكل متطلباتك جاهزة يا هديل. طيب هنا بدأت هديل بالفعل إنها تتصور تتجوز اللي هو أبو بكر، ويبدأ الإيه؟ يبدأ تروح له بقى يعني ايه في الشقه ويقضوا العلاقه، وما طبعا يعني حاطين في دماغهم ان الزواج العرفي ده حلال. احنا مش بنبرر الزواج العرفي، لكن ده اللي تم، ان جاب ورقه وكتبها على للاثنين، وبدا ان هم يمارسوا العلاقات بعيد عن مين؟ بعيد عن الاب. لكن هنا حصلت مشاكل. طب ايه المشاكل اللي حصلت ده ما بين هديل وما بين ابو بكر؟ الناس بدات تشم الريحه، بدات تطلع، بدا الكلام يوصل لابوها. وهنا طبعا هديل بدات انها تطلب من ابو بكر الورقه العرفي عشان تقطعها وتفصل الحكايه والروايه، لكن ابو بكر ما رفض. قال لها ليه؟ خلاص هو لقاها ست رخيصه، ست فرطت في كل حاجه، وست يعني بايعه نفسها ليه. طب انت ايه المشكله ان انت تتجوزي رسمي؟ طب ما انت اتجوزت ثلاث مرات قبل كده. طب هو الراجل خايف على اسرته وخايف على اولاده ان هم يعرفوا ان هو متجوز عرفي، وما خافش على سمعتك؟ فطبعا انا ضد الزواج العرفي وضد الحاجات دي كلها، والمفروض ان الراجل يتجوز مره واثنين وثلاثه، والراجل ما بيعيبوش اي حاجه. لكن انت اللي حطيتي نفسك في الوضع ده. تعالوا ما نكمل القصة. هنا بدأت هديل انها تطلب من ابو بكر
قطع العلاقة وبعدين يقطع الورقتين العرفي. قال لها يا هدير دخول الحمام مش زي خروجه يا بيضة. يعني قالت له يعني ايه يا ابو بكر؟ عيب يا ابو بكر، انت راجل عندك 51 سنة، عيب انكسف على شعر صدرك حتى. قال لها لا ده في فيديوهات، ده انا مصوري. قالت له يعني ايه مصور؟ بدأ ان هو يهددها وقال لها بقى اركين الزواج والحاجات دي كلها على جنب، لازم تجي لي ونمارس العلاقة، ده احنا متجوزين عرفي، قطع الورق ده انا هشتكيك. قال لها اعلم في خيرك روحي اركبي. يعني بيهددها بالصور والفيديوهات اللي هو صورها لها في الشقه. بدات البنت تقول لابوها يا بابا ايوه يا هديل ايوه حبيبه قلبي، انت عارف يا بابا ان انا اتجوزت 3 مرات وماليش حظ وغلطت غلطه وايه يا بنت عملت ايه؟ قالت له اتجوزت عرفي. اتجوزت مين؟ ابو بكر. طب ايه المشكله ما تتطلقي؟ قالت له ما هو صورني فيديوهات وصور وناوي ان هو يفضحني وينشر الصور والحاجات دي كلها على السوشيال ميديا. طيب الصور والفيديوهات دي انت كان مصورها لك بمزاجك يا بيضه؟ ايوه يا بابا مصورها لك بمزاجك يا بيه؟ ايوه يا بابا، يعني مش بالغصب عني؟ ايوه يا بابا. المهم اكلها قلمين، لكن هنا دلوقتي عاوزين يحلوا المشكله. بدا هنا الاب اللي هو راجل عنده 58 سنه يقول لها بقول لك ايه، انا هعمل ان انا اغيب يومين وانت تتصل عليه تراضيه وتقول له بقول لك ايه الشقه دي الناس بدات تشك فين في الكلام والناس بدات تقول وتعيد وتزيد، بقول لك ايه انا ابويا هيغيب يومين وانت تيجي تقضي معايا اليومين دول في البيت. هنا اقتنع ابو بكر. ابو بكر اقتنع وهنا الراجل مستخبي في البيت يا جدعان، وعلى حسب الميعاد المحدد ما بين هديل وابو بكر، ابو بكر رجع ودخل البيت. هو دخل البيت والباب اتقفل من هنا، والحاج مين؟ والد هديل طلع ماسك سلاح، بدأ ان يهدد مين؟ ابو بكر. خلعوا هدومه ملط، ايوه ملط للاسف يعني، وكتفوه بالحبال ومضوه على وصلات امانه، وطبعا يعني استخدموا كل الاساليب القذره والاساليب في التعذيب، يعني في اساليب قذره واساليب ايه للتعذيب، استخدموا كل اساليب التعذيب وبداوا ان هو يصوروه في مواضع وحشه يعني وبتاع علشان يفضحوه فضيحه المتطهر. هنا طبعا هم عمالين يعذبوا فيه ويضربوا فيه، الراجل بيتوجع، تمام؟ الصور فين والفيديوهات فين والوصولات الامانه اللي انت كنت واخدها على بنتنا؟ الراجل مش راضي يقر ولا راضي يعترف على الفلاشه او المومل اللي هو مصور هديل فيها. طبعا احنا عارفين ان البيوت في الارياف كلها ملاصقه لبعضها، ولو كوبايه وقعت انكسرت في بيت جارك انت بتنخض، بتفكر انها وقع عندك، بتطلع تقعد تلف في البيت عندك لحد ما يمكن الجار يطلع يقول لك انا انكسر عندي كوبايه. يعني ايه؟ يعني طرق التعذيب والتنكيل اللي كان هديل وابوها بيضربوا فيها ابو بكر، الجار سمع راح خبط على الباب، ابو بكر بقى يعني متعذب جوه متربط جوه، داروه وخافوه عن العين. وهنا بدا اللي هو ابو هديل يطلع يرد على الجار، في ايه يا عم الحاج؟ قال له انا سامع الصوت. وقال له يا عم ده التلفزيون. التلفزيون؟ التلفزيون. الراجل الجار خد وده، يعني احنا دايما متعودين نقول لك ايه ما خدش ولا وده، لا ده هو خد وده في الكلام. والراجل الجار بعد ما مشى فضل يستنط على اساليب التعذيب، وايه وضرب ولزق وخبطه. بدا الراجل هنا يتاكد ان في حد بيتعذب جوه، بدا يتصل على الجهات الامنيه اللي حضرت على الفور في ظرف 10 دقائق بالظبط او ربع ساعه كانوا موجودين علشان يجي فريق من قسم الشرطه في مدينة الخانكة ويخبطوا على الباب. وهنا طبعا حصل بقى لجلجة، وطبعا الوالد وهديل ما قدروش ان هم ينتكروا، خلاص يفتح الباب ينكسروا. فتحوا الباب ودخلوا لقوا مين؟ لقوا ابو بكر متربط وعاري، وبعد كده على ما فكوا الحبال والاربطة كانت فاضت روحه، كان ابو بكر اتوفى. هنا طبعا تم التحفظ على المتهمين وتم حمل الجثمان في عربيه الاسعاف وانتقلوا بيه لاقرب مستشفى، لكن فاضت روح ابو بكر. مات ابو بكر وتم القبض على الزوجه وتم القبض على الاب. هم دلوقتي تحت كنف النيابه العامه. القضيه دي من خلال ايام في عزبه اسمها عزبه الابيض تابعه لمدينه الخنكه محافظه القليوبيه. والامور بقى القضائيه والنيابيه شغاله، وان شاء الله اي تفاصيل جديده هننقلها لحضراتكم. دي كانت حلقة النهاردة، لكن أكتر من درس مستفاد. الراجل المحترم، الراجل اللي عنده نخوة، حابب إن أنت تتجوز عرفي بدون علم زوجتك، ها؟ لا، إحنا ضد ده، لأن أنت كده يمكن هتخاف على شعور زوجتك وشعور أولادك، خدت بالك وتظلم بنت تانية، طب ما أنت ظلمتها واتجوزتها وصورتها. فإحنا بنقول لكل الناس سواء زوجات عرفية أو زوجات شرعية أو لكل زوجة، يا ريت يا جماعة، يا ريت يا جماعة لو زوجك ده مش بنشككك في زوجك، لا،
اوعى تشيل الحته دي ان انا بشككك في زوجك ان هو يصورك او 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 وان هو ممكن يفضحك او الحاجات دي كلها. لا، قد يكون بعض من الازواج ضعيف النفوس ممكن يصوروا زوجاتهم ويركنوها ويحتفظوا بها لاي ظروف بعد كده. ممكن الزوج يصور للذكرى والحاجات دي كلها، التليفون بتاعه يتسرق، التليفون بتاعه يتخطف، التليفون بتاعه يعطل ويروح عند فني موبايل او فني صيانه ما عندوش ضمير يتجسس على الحاجات دي ويبتز بيها الزوجه بعد كده. ممكن التليفون يعني يضيع ويقع، احنا مش هو مش بنقول ان هو الزوج ممكن يعمل كده. فليه ان احنا نحط نفسنا ما بين الحيره؟ لا يا جماعه خلاص، انت زوجتك قدامك يا عم شحماء ولحماء ان شاء الله يا رب، ها تشيلها حطها فوق الدولاب، حطها فوق الدولاب، انما صور لا، لان ما انتش ضامن الظروف فيها ايه. ممكن التليفون بتاعك ده ينكسر، يضيع، يقع، حد يلاقي، حد يهكر تليفونك، جميلك مع حد، حد يدخل على الصور والحاجات دي كلها المحفوظه في الجوجل، فكده هتنتهي بجريمه زي اللي احنا بنحكيها لحضراتكم. اتمنى لو حضرتك او حضرتك وصلتوا معانا لنهايه الفيديو يا ريت ما تنسوناش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس، لان احنا بنشرف بارائكم، بنشرف بكومنتاتكم، وكل الشرف لينا لوجودكم معانا، اجمل اسره واجمل ناس في كل مكان. كان معاكم اخوكم مجدي الابلاغي.